موضوع حلقتنا اللي هو بيحكي كيف بنعلم أطفالنا الدفاع عن أنفسهم. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا المرشدة التربوية نورة صلاح. يسعد صباحي. صباحك يا رب. يسعد صباحك. شرفتينا وأهلا وسهلا فيك حبيبتي. حبيبتي منورة. هلا احنا من البداية حابين نعرف شو معنى تعليم أطفالنا الدفاع عن نفسهم. هلا الدفاع عن النفس بالنسبة للأطفال اللي هو إنه حماية كينونته كطفل، حمايته من الخطر، حماية بمفهوم أوسع شوي، حماية الأشخاص المقربين منه اللي هم ممكن يكونوا في مرحلة عمرية بسيطة، يعني من شهر خلينا نحكي لمرحلة ما قبل المدرسة، اللي هم أهله، المجتمع الصغير اللي هو عم بيعيش فيه، لقدام شوي بيصيروا برضه رفاقه، الناس المقربين منه، معلماته، بتبلش شوي شوي المجتمع يتوسع، بالإضافة لكينونتهم ببلش ينضاف على هدول المجتمع الأشخاص المعنيين. بنفس الوقت برضه حماية ممتلكاته الشخصية، الأطفال بسن صغير بيكونوا كتير متعلقين بأشياء شخصية بتعنيهم، فبالتالي بيعطوا رد فعل مرات عنيف لما حدا بيحاول يقرب على أغراضهم. أكيد. طيب احنا بنعرف إنه طفل وطفولة لازم نعلمه الأساسيات الحياة. من أي عمر بنبلش نعلمه الدفاع عن النفس؟ يعني هذا بجوز موضوع إذا بنعلمه للطفل وهو صغير بديها منفقد السيطرة عليه. هلأ شوف، بالنسبة للأطفال أنا شخصيا ما بفضل أنه نحكي له أنه هذا دفاع عن النفس، لأنه هيك ممكن الطفل يحس حاله هو بمعركة. صحيح. داخل إما كسبان أو إما خسران. أكيد. والطفل طبيعته بيعيش بجو تنافسي، ما بيقبل يطلع خسران. صحيح. فبالتالي هيك بالضبط بنشجع إحنا على العنف بدل ما إحنا نحاول نمنع العنف. أكيد. بالنسبة للطفل بنحاول نفهمه أنه هو أنت هيك بدك ممكن تتعرض لمواقف تكون مهددة بالنسبة لك أو تحس بالخطر. نعم. فبالتالي بدك تحمي حالك من الخطر. ما مش مفهوم دفاع عن النفس، والخطر بيكون معمم بشكل عام. سواء خطر مادي أو خطر جسدي. هل يمكن هو بيئة المدرسة أكثر إشي اللي الطفل لازم يتعلم فيها يدافع عن نفسه؟ طبيعي. وخصوصاً نحن نوعاً ما بمجتمع يعني بحب الانتقاد بأي شكل من الأشكال، بحب ينتقد، نعشق الانتقاد. نعم. وممكن الأم هي دائماً مصدر الأمان بالنسبة للطفل. فيعني تعليم الدفاع عن النفس ممكن مقتصر أكثر شيء على الأم. على الأم في مرحلة ما قبل المدرسة، وبنتقل بصير مسؤولية مشتركة بين الأم والمعلمة في مرحلة المدرسة اللي هي سنوات المدرسة الأولى. هلا إحنا لما نربي أولادنا دائما نحكي لهم اللي بضربك أضربه. مع الأسف هاي الجملة اللي هل هي صحيحة؟ هل هي صحيحة أم خاطئة؟ طبعا هي تربويا خاطئة، لانه هذا الشيء بحرض على العنف وبيزيد نسبه العنف بالمجتمع. الطفل بحس حاله زي ما حكينا انه هو داخل على معركه، كسبان او خسران، الطفل ما بيقبل يطلع خسران، فدائما هو مهيئ نفسيا انه اي حدا بده يشعرني بالخطر انا بدي ابادر بالعنف. هلا جمله اللي بضربك اضربه مش برضه معناها انه، لو بدنا نحكي العكس من ناحيه تربويه سليمه، مش معنى انه الطفل مباشره اول ما يحس بالخطر او اول ما مثلا زميله يضربه او كذا يروح يحكي للمس، لا. هلا هون الطفل بصير في تناقض بالشخصيات، ما بين طفل شخصيته كتير قويه وجاي بده يضرب، وطفل انا بدي اروح احكي للمس. هلا احنا ما بنحكي انه روح اضرب، لكن امنع العنف اللي بده يصير تجاهك. مثلا اجى زميلك ضربك، امسك له ايده، ابعده عنك، كون صارم بنبره صوتك انه لا لو سمحت ما تقرب. انا بقدر اضربك بس انا ما رح اضربك لانه انا بحبك، انا ما بحب اضربك، ما بحب اذيك. يكون صارم القوة خلينا نسميه بالضبط، يكون صارم بلغة الجسد وبنبرة الصوت. صحيح. يكون يشعر الطرف اللي قدامه انه هو قوي لكن ما بده ياخذ اجراء العنف. تمام. حلو انه ندربه كيف يتعامل قبل ما انه مثلا يوصل لفقرة انه يمد ايده على زميله. بالضبط، هاي النقطة. طب هلا احنا دائما برضو لما نشوف الطفل خويف بنسمع او بنحكي له خويف او جبان، مع الأسف وما الى ذلك. هذا الاشي قد ايه بياثر على نفسيته بشكل سلبي؟ الالقاب اللي احنا بنطلقها كمجتمع على الاطفال اللي ما بيمارسوا العنف، انه يي ليش مثلا ابن خالتك ضربك وانت ضليت ما ردت له اياها مثلا، شو انك جبان، شو انك خويف، هذا الشيء بياثر نفسيا سلبا على شخصيه الطفل، بخليه يحس انه هو فعلا اقل منه، بالتالي ممكن اما يعطي رد فعل عكسي فبالتالي يزيد عنده نسبه العنف، او اما يضل يتراجع فشخصيته تضعف. احنا ما بدنا لا انه تزيد نسبه العنف. صحيح. ولا انه يطلع الطفل شخصيته ضعيفه، احنا بدنا نحاول نوازن. صحيح. طيب. هلا الطفل احنا بنعرف انه ما بيقدر يعمل كنترول على حاله او يسيطر على حاله سواء في قراراته او بافعاله زي ما الكبار بيقدروا يعملوها. طبعا. يعني الطفل اذا تعود انه دائما يضرب بده يضرب اي حدا، اذا تعود يحكي لا بيحكي لا لاي حدا. بالضبط. كيف بدنا نعود اطفالنا يحكوا لا للاطفال اللي قدامهم؟ بس هذا الحكي ما يعود علينا، لانه الطفل اذا تعود على كلمه لا للكل راح يصير يحكيها حتى لأمه وأبوه. بالضبط. هلا شوف، المشكلة مع الأطفال إنه تعويدهم مش سهل. صحيح. تمام. لكن هلا بمرحلة معينة، لأنه بالغالب مرحلة الطفولة بيعطوا ردات فعل سريعة. أكيد. تمام. لكن هلا بدنا نبلش من أشهر الأولى،
نبلش لغة حوار سليمة، نبلش نفهمه الصح من الغلط، لمين ممكن نحكي آه ولا، ونعلمه لغة الحوار. حتى لماما وبابا أنت بتقدر تحكي لأ، بس في أشياء مش دايماً اللأ فيها محلها بالطبع. حاور ناقش بالأمور اللي إلك تقدر تناقش عليها. نفس الوقت هون برضو الدور بيرجع على الأهل، إنه ما في إشي اسمه هلأ بالتربية الحديثة لأ يعني لأ، هو الطفل بده يفهم ليش هذا السبب. صح، احنا ما بنفهمش غير لا يعني لا، لا يعني لا، مع الاسف لا. بالضبط، فالطفل بصير بده يعاند فبيعطي رد فعل سلبي. صحيح، نعم، عنيف أكيد. مزبوط. وهذا الاشي اللي فعليا مرات بيأثر حتى على الطفل، حتى علينا احنا كاشخاص كبار. لما تيجي تطلب من واحد شغله تحكي له ليش لا، يحكي لك خلص لانه لا، لأنه طب اعطيني مبرر. بالضبط، فانت بتصيري تنقمي على هذا الاشي، بتصيري تنقمي حتى على الكلمه، مرات بتصيري تستخدميها عنوه. هلا هون الاطفال بهاي الحاله لما مثلا بده زي ما حكينا انه طفل مثلا جاي ياخذ لعبه طفل تاني، الطفل رغبته وحريته بتقول يعني هو ما بده يعطي اللعبه حقه، فبالتالي بحاول انه لا لو سمحت هاي اللعبه الي ما بدي اعطيك اياها. ممكن الطفل هذاك يبادر بالعنف، فبالتالي لازم يمنعه يبعده عنه ويفهمه ليش انا ما بدي اعطيك اللعبه، انا لعبتي هاي مثلا هلا حابب العب فيها، ممكن نتشارك بشغله ثانيه مثلا، هاي هذا الشيء خاص من ممتلكاتي. فيحاوروا بعض، يناقشوا بعض، لغه الحوار كثير مهمه. طبعا يمكن حتى هي الاهم خصوصا بالعمر الصغير، لانه بالضبط. زي ما بتربي ابنك رح يكبر. طب قد ايه هالتربيه صعبه خصوصا بهذا الموضوع؟ يعني فعليا عن جد يعطيهم العافيه الاهالي ويعطيهم العافيه اكيد ايضا المعلمات اللي بيهتموا بالاطفال وبيحاولوا يربوهم بشكل سليم. هيك حابه هلا تعطي هيك الامهات بعض القواعد البسيطه اللي ممكن يتبعوها مع اطفالهم خصوصا اللي بيكونوا بعمر كتير صغير. هلا احنا مع بنواجه شغله انه غالبا بنعطي اولادنا السمكه بالتربيه. احنا عندنا مفهوم انه الإشي الاسهل اعطيه السمكه بدل ما تعلمه كيف يصير. صح. انه مثلا اذا حطينا اولاد، اذا اولادنا انحطوا بموقف مهدد لهم، صعب على الاهل انهم يشوفوا اولادهم ابنهم مثلا عم بتعرض لموقف خطر وما يقوموا يدافعوا عنه، رده فعل تلقائيه. لكن شوي شوي احنا ما بدنا ندافع عن الطفل بحيث انه يحس انه خلص يصير شخصيه اتكاليه، لا احنا بدنا نعلمه شوي شوي ونعرضه لمواقف خلال جوا البيت، الام مع الاب، الطفل مع اخوانه، نفتح المواقف او خلينا نسميها بلغه التربيه لعب الدور. صحيح. احنا بنلعب ادوار معينه. مثلا الطفل نفسه اللي بتعرض للعنف ممكن نخليه انه هو يبادر بالعنف ونفهمه كيف. طبعا كاهل كمربيين هاي الخطوه مش اي حدا بيقدر يقوم فيها، لانها بدها شوي تكون الشخص اللي بده يقوم بلعب الدور بده يكون واعي تماما لهي الخطوه، فبده يفهم انه مثلا هلا الطفل اللي تعرض دائما بتعرض للعنف دائما بنضرب، خليه بادر شوي بالضرب، انه طب انت هلا لما ضربت كيف حسيت؟ حسيت بشعور حلو؟ حسيت انه حلو انه نضرب؟ حسيت انه حلو انه ناذي؟ طب لو اجى حدا ضربك انت كيف ممكن تتعامل؟ ان نفتح دائما مواقف نخليهم جو هاي المواقف اللي بتعرض لها. نعم. يعني انا انت حكيتي كلمه جوهريه والعباره لا تعطيني سمكه، علمني كيف اصطاد سمكه. بالضبط. احنا مرات بنوقف مع اولادنا كاهالي، بنوقف مع اولادنا سواء كانوا صح او غلط عشان احنا قدام الناس، فهذا بيترك وازع عند الطفل اني انا ممكن اعمل اي شيء غلط واروح عند اهلي وهم يدافعوا عني يبرروا لي. فهذا الشيء قديش ممكن ياثر في نفسيه الطفل ويخليه ما يقدر يعتمد على ذاته. بصير هلا كطفل بالبدايه ما بتبين هذا الشيء، لكن بنشوف نتائجه في مرحله المراهقه مرحله الشباب، لانه بصير شخصيه اتكاليه دائما. هو النتائج بتكون عكسيه على الاهل للعلم. طبعا الاهل بصيروا بالبدايه هم مكيفين انه اه والله انا خلص عم بمنع طفلي، عم ببعد عن طفلي الخطر، لكن لقدامهم مش دائما موجودين معه، مش دائما موجودين معه سواء بجو المدرسه او بجو اصحابه. نعم. بجو الجامعه، وبصيروا يستثقلوا انه طب خلص روح حل مشاكلك لحالك. طب هم انت من الاساس ما علمته كيف يحل مشاكله لحاله. نعم. كيف بتطلب منه بمرحله متقدمه انه يبلش شوي شوي يتعلم؟ او اما بيكون كثير عنيف فانه ليش بتضرب؟ ليش بصيروا يلوموه على عنفه اللي هو اصلا من الاساس تربى عليه؟ فاحنا بدنا نوازن، لا انك تكون عنيف ولا انك تكون شخصيه اتكاليه. الموازنه مش سهله لكن نتائجها لقدام كثير مريحه وكثير احسن. نعم. هلا اغلب الاطفال بحبوا اغراضهم، العابهم، حتى ادواتهم المدرسيه. صح. ولكن ممكن تلاقي طفل تاني نوعا ما فيه هيك عدواني او شيء شوي، بتلاقيه اخذ قلم من اغراض زميله او اكله شو ما كان. كيف ممكن هيك انا اعلم طفلي انه لا اغراضك اغراضك، ويتصرف على انه هاي الاغراض الي من غير ما يكون عنيف او عدواني؟ زي ما حكينا من التربيه من البيت. هلا جوا البيت انا مثلا في لك صحن معين، شوكه معينه، معلقه معينه بدك تاكل فيها. صحيح. او مكان معين تقعد فيه على الطاوله، وقت معين مثلا تحضر فيه التلفزيون، بنحدد له شغلات تكون خاصه له. نعم. في حال حاول يتجاوز، هلا مرات ممكن نكسر القوانين طبيعي لانه في مثلا اطفال عاد بحبوا يشاركوا، بس بنوضح بشكل عام انه هاي الاشياء لك. قعدت مكان بابا مثلا على الطاوله مش إشي كتير صح، لانك انت اخذت
مكانه بدون إذنه. الأصح أنك تستأذن بابا، بابا بصير أقعد مكانك على الطاولة، ماما بصير أستعمل صحنك بالأكل، ماما أو مثلا تستأذن أخوك بصير أستعمل ألعابك. دائما نشغل لغة الحوار والاستئذان حتى بالعيلة بين بعض، الأم مع زوجها، لو سمحت ممكن أخذ هاي الشغلة، لو سمحت أتفضل، شكرا عفوا. هاي اللغة البسيطة ممكن نحس انها شوي عاديه، لكن هي فعليا تفرق مع اطفالنا. لما نلاقي الطفل في المدرسه بيتعامل بنفس هاي اللغه اللي هو اصلا متربي عليها في البيت، نعم. ممكن لو سمحت اخذ منك القلم، لو سمحت تفضل، هذا الشيء لك، بقدر كذا، بقدر استعير منك، بصير كتير الحوار اسهل بين صحيح. الاطفال، وبقل بتقل نسبه العنف، بصير كل طفل عارف شو له وشو عليه. هلا اوكي، بس هلا ممكن انا اكون مربي طفلي على هذا النمط بالضبط، بس مش ضامن تربيه غيرك. صحيح. فبهي الحاله انا طفلي هيك رح يضيع، رح يبطل يعرف هل هو الصح او هو غلط. بناكد له هلا في هاي النقطه، بناكد له انه هو صح، هو عم يتربى على مبادئ بغض النظر هي موجوده في المجتمع او المجتمع بطبقها او لا. الصح صح حتى لو ما حد عم بطبقه. صحيح. والغلط غلط برضه حتى لو الكل عم بطبقه. الكل عم بطبقه، تمام. زي ما حكينا، في حال مثلا اجى طفل وحاول ياخذ مثلا اغراض طفل ثاني، ببساطه يوضح له لو سمحت هذا القلم الي، ما بسمح لك تاخذه، بتحب تاخذه فيك تستاذن، يحكي معه بهاي اللغه ويكون تكون نبرة صوته حازمة إنه لا، هذا الإشي إلي، ممتلكاتي، بتحب استأذن مني بعطيك إياه. صحيح. أما في حال ما استأذنت، ما استعملت أسلوب اللطف، ما استعملت الأسلوب اللطيف، لو سمحت ما في تاخده. في هاي الحالة برضو ممكن يلجأ للمعلمة إنه مثل لو سمحتي هو أخذ مني الإشي بدون إذني، أخذ مني أغراضي بدون إذني، أنا حكيت معه. لأنه مرات بتصير إنه الطفلين اللي بيكونوا بمشكلة، مثلا واحد أخذ أغراض الثاني فبتصيروا يتضاربوا أو واحد بصير يبكي كذا، المعلمة بتحط الحق على التنين وبتعاقب التنين مع الأسف، مع أنه واحد بيكون إله الحق والتاني عليه الحق، الثاني عليه الحق بالضبط، بصير في ظلم. فبالتالي الطفل لازم بعد ما يواجه زميله مباشرة يخبر المس، يحطها بصورة الموقف اللي صار، إنه أنا هو عمل واحد اثنين ثلاثة، أنا رديت عليه بواحد اثنين ثلاثة، الموضوع عندك، أنا ما بدي أخذ إجراء العنف. تمام. نعم. هذا إشي كثير حلو. طيب بدنا نصيحة أخيرة للأهل، لأنه هم اللي عليهم دائما الريسك الأكبر. وفي شغلة أنا بدي أحكيها، في مرات بنشوف الأهالي مثلا مرات الأب بيعصب بيصرخ بيكسر بيضرب حتى في البيت. نعم. هذا الإشي ممكن يودع طفله أنه يصير عدواني، يصير انطوائي. صحيح. فكيف ممكن هذا الإشي يأثر على الطفل؟ كيف ممكن نحد من هاي الشغلة بنصيحة هيك تعطيها للأهل؟ من البداية الأهل في يعني هي شخصيات، ما بنقدر أب واصل لمرحلة لعمر مثلا 30-40 سنة نقول له غير من شخصيتك جذريا عشان ابنك. أكيد طبعا. لكن السلوكات العصبية أو السلوكات اللي ما مش حابب ابنك يتربى عليها، ابنه أنه يشوفها. صحيح. ببساطة أنت عصبي، حسيت حالك ممكن تعصب بهاي اللحظة وبدك تكسر الدنيا، اسحب حالك برا، اطلع كسر اللي بدك إياه، بس ابنك ما يشوف هذا الشيء. مزبوط. ابنك ما يتعرض لهذا العنف، لأنه إما فعلا زي ما حكيت أنه رح يصير شخص انطوائي يخاف، أو إما رح يصير شخص عدواني ويعكس العنف اللي عم بيتعرض له في البيت. أكيد. كنصيحة أخيرة، اهتموا بتربية أولادكم بشكل صحيح. التربية مش سهلة. صحيح. ما تعطوهم، ما دائما تكونوا أنتم المساعد واللي بظهرهم دائما، علموهم هم كيف يواجهوا، حتى لو مرات تعرضوا للضرب، حتى لو مرات تعرضوا للأذى. معلش الحياة مش دائما بتحطنا مواقف إنه إحنا دائما نطلع كسبانين. علموهم كيف يغامروا وكيف يواجهوا الموقف بأنفسهم، لكن يكونوا زي الظل بالنسبة لهم. صحيح. يكونوا خليكم موجودين بمساحة الأمان تبعتهم لحتى ما يحسوا إنهم خايفين متلبكين، لكن ما تبادروا أنتوا، لأنه بالنهاية هذا الموقف خليكم خلف الكواليس عشان هم يكونوا عارفين شو بالضبط، لأنه الموقف هذا للطفل، وإذا هلأ من هلأ أتعلم إنه أنتوا الموجودين لقدام رح تصير عليكم مشكلة ورح تصير عليكم بقى. يعني هي بالخلاصة الكلام إنه دائما يكون الأهل هم مصدر القوة للطفل، مصدر القوة والأمان، يسمعوا دائما. صحيح. يعرفوا يحتووا أكيد يحتوه. والطفل يعرف إنه إذا وقع في مشكلة بيوم من الأيام لمين يلجأ. نعم. صحيح. هي صحيح. يعطيك ألف عافية، كانت معنا المرشدة التربوية نورة صلاح. يعني عن جد يعطيك ألف عافية على هالمعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد إن لقاءات أخرى وبمواضيع جديدة. شكرا كثير. أهلا وسهلا.